بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هل يجوز أن يقال إن الله جسم؟ أولا لا بد أن نعلم أن الله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، ولفظ الجسم لم يطلقه أهل السنة على الله تبارك وتعالى، وإنما كلمات هناك الحد والحيز والجهة والجسم، هذه كلمات لم يلفظ بها الإنسان ولم تأتي بالقرآن ولم تأتي بالسنة، وإنما أتى بها علماء الكلام المنحرفون عن الهدي الصحيح، فجاءوا بمثل هذه الألفاظ ليلبسوا بها على الناس قضية الجسم، الحيز، الجهة، الحد وغير ذلك، فرد عليهم أهل السنة بطلب المراد من هذه الكلمات، لأن كلمات غير شرعية لم ترد في الكتاب لم ترد في السنة، فكانوا يستفصلون منهم ماذا تريدون بهذه الكلمات. أول من قال إن الله جسم هم الرافضة، ومن قال بهذا اللي هو هشام بن الحكم وهشام بن سالم الجواليقي، وكان يعني يدعيان أنهما من تلاميذ محمد الباقر وجعفر الصادق رحمهم الله تبارك وتعالى، والباقر بريء منهم والصادق بريء منهما كذلك، فهذان أول من قال إن الله جسم سبحانه وتعالى، ولا شك أن هذا الكلام كفر. إذا قلنا إن الله جسم يعني كأجسامنا والعياذ بالله، وأما إذا قال جسم ليس كأجسامنا هذه بدعة وانحراف، فلا يجوز أن يوصف الله تبارك بأنه جسم جل وعلا إلا إذا كان ردا على الآخرين ماذا تريد بكلمة جسم، أي له صفات، له صفات سبحانه وتعالى، لكن مع هذا لا تطلق هذه الكلمة، لا يقال إن الله له جسم سبحانه وتعالى، وإنما يوصف الله بما وصف نفسه، ما قال الله إن له جسما ولكن الله قال إن له وجها، له يدين، له قدم، له ساق، له عينان، نثبت له عين، نثبت هذه لله، نثبت ما أثبته فقط ولا نتجاوز، كما قال أهل العلم لا يتجاوز الكتاب والسنة، فلم يثبت هذا عن أهل السنة أنهم قالوا إن الله جسم سبحانه وتعالى، ولو فرض أن أحدا قال هذا الكلام فالقول مردود وباطل.